السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. في الفيديو ده إن شاء الله هشرح لكم في ويندوز 7 جاي اقلع. يعني أنا واحد من الناس ظنيت إن الويندوز سقط، أوكي؟ أنا واحد من الناس ظنيت الويندوز سقط، فاهمني؟ اوريكم ازاي ان انا ظنيت انه سقط وكيفيه حله، لان يعني بجد الحل ده فادني جدا في كشغل يعني. وانا قلت لاي فيديو يفيد الناس سواء في الكمبيوتر في المصاعد في الكهرباء لازم انا انزل بيه فيديو. اوكي، الويندوز دلوقتي انا شغلت الكمبيوتر، اوكي، شغال على كيس اهو مفيش اي مشكله، فجاي في لحظه بيديني ستارتنج ويندوز بيبدا يروح طافي، بص اهو، ويعمل ريستارت وهكذا. في ناس بتعمل ريبير للكلام ده وتفضل تحل ومش عارف ايه وكلام من ده، وفي ناس تظن عشان هو حركه الهارد في الشغل، في ناس بتعمل ريبير من هنا ويفضل يعمل ريبير ويجيب نسخه على فلاش عشان يعمل ريبير، وبنخش في ممكن تقعد لساعات نحل المشكله، وده حلها بسيط جدا جدا جدا، ولا هنخش على الريبير ولا اي حاجه. احنا هنعمل ريستارت او نضغط على كنترول والت ديليت عشان تعمل ريستارت للكمبيوتر، وتضغط على حسب الكمبيوتر اللي عندك السيت اب بتاعك، اوكي، السيت اب اللي هو على حسب اي جهاز هتخش فيه. في ال كل جهاز له كلمه معينه، في اجهزه بيسموها ساتا كونفيجريشن او ساتا كونفيجريشن، اوكي، او المهم ان احنا بنخش في ايه، في موضوع خلاصه الكلمه الانجليش فيها اسمها ساتا، تمام؟ بمعنى اصح بتخش على حاجه اسمها ستورج اوبشن، ده للكيس دي. في كيس تانية اسمها ساتا مش عارف ايه. المهم يعني ان احنا عايزين يعني عشان نقرب لنفسنا، انا فضلت ادور على اليوتيوب لحد ما لقيت فيديو عامل الكلام ده بس بـ 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 باسم او مسمى مختلف خالص. فالفيديو ده او في الكيسة دي اقصد، دخلنا على الستورج اوبشن، دخلنا اهو شايفين دي ساتا ايميوليشن. الايميوليشن دي موجوده في كيس تانية اسمها ساتا حاجه تانية. المهم انا خليك تركز في النطق ده، انا عن نفسي لقيتها هنا في الحته دي، بتخش على دي، هي دي اي دي الاي دي اي، لو جبتها كده ونضغط اوكي يقول لك انت يعني انت هتغيرها، اوكي بتبقى ريد. نغير كمان بتبقى ايه، اتش سي اي. فاول ما تلاقي الاوبشنات دي الاتش سي اي واي دي اي موجوده في حاجه اسمها ساتا ايميوليشن او ساتا كونفيجريشن، او المهم ان انت بتفضل تدور في الساتا لحد ما تلاقي ايه الاوبشن ده، هنخليها على الاتش الاي اتش سي اي. هي كانت قبل كده فين؟ كانت موجوده على ايه، ستورج اوبشن اهو، نضغط موجوده على مكتوبه ايه اي دي اي، هنغيرها نخليها اي اتش سي اي اهو، اهو اي اتش سي اي، تمام. ونضغط اف 10 اكسبت، يعني احنا بنحفظ الكلام ده، ونضغط اف 10 تاني اكسبت، وبيقول لك سيف تشينجز، قول له اوكي انتر. خلاص احنا كده بنعمل سيف للشنجز بتاعتنا اللي هي التغييرات اللي حصلت، ونخرج ونضغط اف 10 تاني ونخرج. كده هنشوف الويندوز بيقلع معانا ولا لا، هتلاقيه بيقلع معانا مفيش اي مشكله خالص. وبجد يعني الحل ده ابهرني جدا في النقطه دي. هنخش بقى، مش هنخش بقى ريبير، نضغط على ستارت ويندوز نورمالي. مش الاول كانت اول ما تيجي هنا اول ما تبدا تروح عامله ريستارت، دلوقتي اهو بص الموضوع عادي جدا ويشتغل ومفيش اي مشكله خالص، تمام، والويندوز يشتغل بشكل طبيعي جدا، تمام اهو، ويشتغل عادي خالص بالكيسه وتدي الباسورد وتشتغل عادي جدا. اوكي، انا قبل كده كنت ياما في كيس كتير لما تيجي اعمل الحركه دي بظن ان الويندوز سقط وبعمل عليه ويندوز جديد والله للاسف يعني. بس وفي ساعات ويندوزات تانية بتعمل معايا ريبير، بفضل اعمل ريبير كتير. اوكي، عامة ده حل مشكلة بسيطة كده، قلت ما افيدكم وافيد الناس طبعا، واللي قابلته المشكلة دي فالحل ده هيفيده باذن الله. اوكي، يلا دمتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.